خزان الاحزان في حين كل الزحاليق اللي ورايا دي. بصوا في زحاليق ومراجيح وحاجات كده لذيذه جدا الاطفال بتحبها، الا الطفل ده، الا الطفل ده سايب كل حاجه وقاعد يعيط ويصوت. خزان احزان في حياتي. انت بتعيط ليه يا حبيبي؟ تعالى اركب المرجيحه زي بقيه الناس. بص بص المرجيح، بص العيال، بص العيال بتلعب ازاي وبتتزحلق. انت بتتزحلقش ليه؟ هو انت بتعيط ليه؟ يعني انت واقفه بتعمل ايه؟ لا اله الا الله. طب نزلت من بيتكم ليه طيب؟ لا لا مش هينفع في الشارع. يعني انا اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ يعني انا يعني مودي عشان يتفسح، يعني انا مش فاهمه. طيب تعالى. ها ايه يا مسهل يا رب، يا مسهل. ها لا اله الا الله. احمد احمد بص ماما، والله في زحاليق كتير هناك جميله ومراجيح. انت بتعمل بتتشعلق ليه هنا؟ انت فاهم غلط، مش هي دي اللعبه. تعالى بص، تعالى بص اللعبه دي الحلوه دي. تعالى بص يا حبيبي، احنا دافعين فلوس عشان ندخل نلعب جوه، مش نخرج نلعب في الحديد ده. اهو اهو هناك المراجيح اهي هناك يا حبيبي، مش هنا اللعبه، مش هنا. انا مش عارفه بصراحه، يعني انا مش عارفه. انت ده انت طفل لوحدك، لوحدك الوحيد اللي لفت نظره المكان ده. يا سلام يا سلام، يعني سايب كل ده وقاعد بيلعب هنا. مش عارفه ايه، اكيد في متعه، يعني اكيد في متعه في الموضوع، بس انا مش عارفاها. لا وسعيد، يعني سعيد لا لقى نفسه هنا، لقى نفسه وسط الطوب. حلو. طب ما كمل اول، ولا كنا دفعنا ولا كنا دخلنا. يعني كل ده مش عاجبك؟ هو ده اللي عاجبك الطوب ده؟ طب تعالى زحلقك. طيب طب تعالى مرجحك شويه على المرجحه. حد يقول لي، حد يقول لي، يعني انا مش فاهمه بجد، يعني انا مش فاهمه، مش فاهمه يعني ليه هو ده اللي يلفت نظره في الحياه. مش هتتمرجح يا ولا، يا ولا تعالى اتمرجح يا احمد. مفيش حاجة جاية. لا بجد انا ده انا نفسي نفسي اروح العب مع العيال، والله العظيم انا نفسي نفسي اروح العب مع العيال. يعني يعني انا عمالة ادور على اي حد قدي ممكن يكون بيلعب بس مش لاقية. انا مش فاهمة هو ليه مش لافت نظر الموضوع، يعني مش فاهمة بجد. تعالى يا حبيبي، بص يا حبيبي، يا مسهل، يا مسهل، تعالى. فين ده الحصان؟